ووصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة كلها ورود وزهور وهدايا وأشياء جميلة. معنا في الاستديو شاب سعودي احترف هذه الهواية وحولها لمشروع. خلونا نحكي عن هذا المشروع، عن مدى جدوى مثل هذه المشاريع خلنا نقول، وكيف ممكن أن الواحد يبدأ فيها، والأهم وش الترند اللي طالع في عالم تنسيق الورود والهدايا خلال سنة 2021. يا هلا وسهلا فيك زهير الغامدي، منسق الورود وهدايا. هلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. نورتنا. أول شيء شكرا على هذا الجمال ما شاء الله، والورود والطاقة الإيجابية اللي جبتها في الأستديو، يعطيك العافية. هو لازم نافخ الكير وباع الورد. الله يعطيك العافية. فعليا ما شاء الله، يعني حكينا عن موضوع كيف دخولك لهالمجال وكيف احترفته. والله شوفي، أول شيء أشكركم على استضافتي. موضوع الورد كان بصراحة بمحض الصدفة، مشروع كأي مشروع، بس أنه مع يعني بعد ما بديت بالمشروع لاحظت أنه في شغف أني أطلع بشيء جديد في المشروع هذا، والحمد لله وصلنا المستوى. وش الشيء الجديد؟ أولا التحديات اللي تواجهينها في السوق السعودي تحفز أكثر على الإبداع، أنه تخرج عن المألوف، تستخدم أدوات جديدة، يعني تطلع بأدوات إبداعية غير مألوفة في الشارع السعودي. هذا اللي قاعدين نشوفه يعني في الاستديو. وردك يعني أعتقد لو أشوفها بعد كذا في أي مكان بعرف إنه الورد يخصك. فعلا فعلا مميز، مو مجامل، فعليا مميز. هذا طبعا بعد تعب، مو سهل إن الواحد. رائع. الحمد لله. دمج الألوان مع بعض، استخدام أدوات زي كذا، تأتي بعد دورات وممارسة طويلة. جميل جدا. يعني يمكن أنا هذه لفتت نظري، يعني الكرة الصغيرة وفيها ورد من جوا، يمديك تعلقها كذا على الأبواب. الورد طبيعي ولا مش طبيعي ولا إيش أنواع الورد اللي بتستخدمها؟ جميع الورود المستخدمة طبيعية. طبعا في أنواع من الورود، هنا استخدمت بشكل أكبر الورد المجفف من الورد الطبيعي العادي الفريش. طبعا أنت لفت نظرك اللي هو الورد الصغير، هذه الدائرة الصغيرة. في الفن، في القطع الفنية، كل ما كان الشيء غير دارج كل ما كان ملفت نظر أكثر. صحيح. حاولت اليوم أني أجيب لكم أشياء مميزة بأحجام صغيرة من الباقات الصغيرة. طبعا تقدرين تستخدمينها في تنسيق الهدايا. انتم لو تعرفون مثلا في الدارج سابقا انه تغلف الهدايا في اكياس البراندز. صحيح. بشكل كبير. الان قبل فتره صرنا نشتغل بهذه، تصير تعطي لمسه جميله على الباك، تقدرين اضافه شكل كبير. طيب زهير، وش الجديد بالترند اللي طالع لنا في 2020؟ شوفي الترند، انا من وجهه نظري في ترند تجاري وانا ماني بمره مايل للشيء هذا، وفي ترند ابداعي. الترند الابداعي انك تخرج بمسار خاص فيك، انت تخلق الترند هذا. المشكله انه الشارع السعودي غالبا السوق التجاري يكون غالب فيه الترند التجاري، اللي هو اشتري قطعه جاهزه احط فيها ورد ونبيعها، بلاستيكيه او اي قطعه كانت. صح. ويمكن تلاحظونها بشكل كبير في التصوير سناب او الانستغرام او في السوشيال ميديا. هذه ما تعطي لمسة فنية كثير، بس كل ما كان مثلا استخدمنا قطع من الطبيعة خلقنا إبداع أكثر. في ترندات انترناشونال تنزل ممكن في السوشيال ميديا، من ضمنها كان الترند اللي هو الميني بوكيه بين الفلورست العالميين، أنه مين يسوي أصغر بوكيه، بحيث أنه في بعضهم على أصبع واحد يمسك بوكيه كامل. هو كيف التكنيك حق البوكيه يصير بشكل مميز، يصير أصعب، هو كل ما أصعب. انه صار اصغر وكل ما كان اكبر كل ما كان اصعب. يعني من جد يمكن من اصعب الاشياء اللي تواجهنا اننا لما نبغى نقدم هديه لشخص ما نفكر ايش الهديه وايش تختار، وصراحه انا بالنسبه لي قرار مره صعب. فايش تنصحنا لما نجي نبغى نقدم هديه لشخص تكون مميزه ومختلفه وكمان يكون سعرها معقول؟ خلينا نتكلم عن السعر على جنب. طيب نعم. انت كل ما يعني حبيت تقدمين على هديه مميزه، يجيني السؤال هذا كثير، بما انك انت تشتغل مع الهدايا وبما انك تصمم هدايا يمكن تكون انت اكثر واحد تقدر تفيدني في اختيار الهديه. انا من وجهه نظري انا ما حقدر افيدك اكثر منك انت في اختيار الهديه. الشخص اللي بتعطيه هديه هو الشخص اللي انت تكون اقرب له مني انا. فانت تعرف ايش الشيء اللي حيبهجه، ايش اللي حيسعده، ايش الشيء اللي حيكون مميز بالنسبه له. فمن باب اولى انك انت تختار هديه، بس من ناحيه تقديم الهديه تعال عندي وان شاء الله يعني انا او اي شخص يشتغل في المجال هذا حيفيدك بشكل كبير. بس اختيار نوع الهديه
يعتمد علي أنا. يعتمد عليك أنت. في هدايا، في مناسبات يكون لها هدايا دارجة، مثلا في الزواج في هدية شبكة مقدمة أكيد حيكون ذهب أو حيكون ألماس أو حيكون طقم أو الفلوس، أو فلوس. في مثلا مواليد في هدايا معينة تقدم لهم، بس أنه كهدايا شخصية تبغى ترمز لشيء معين، أنت تكون أكثر شخص تعرف بهذا الشيء. الحين أشوف كثير ناس طايحين سواء كمشروع أو حتى أشخاص يشترون هدايا بالورد الصناعي اللي كان طبيعي، يعني كل البوكي يكون ورد صناعي، فأنت وش رأيك وش وجهة نظرك في الموضوع؟ أنا بصراحة ما أحب كثير الورد الصناعي، أميل أغلب للطبيعي، الجمالية أكثر والروح في الطبيعي أكثر. ممكن أستبدل الشيء هذا، يعني في أحيانا يجيني طلبات أنه أبغى شيء يدوم، أنا ممكن أستخدم الورد المجفف في يطول، يعني يطول فترة طويلة، إذا حافظت عليه حيطول فترة طويلة. الورد الصناعي يفتقد شوي أحيانا للروح، وإذا احتجت أنك تستخدم ورد صناعي بجودة عالية وبشكل جميل حيحتاج منك أنك تصرف مبلغ أعلى شوي على أساس أنه يستخدم بشكل هذا. يمكن أنت تتكلمين عن اللي هو الورد الدائم اللي يكون معالج كيميائيا بحيث لا الدائم لا غير الصناعي، الدائم أيوه. هو ورد طبيعي بس حطوه عليه شيء على أساس أنه يستمر، وهذا كمان لازم يحفظ في زجاج لأنه يعتبر مجفف نوعا ما يطيح. أيوه ممكن. جميل. يمكن مؤخرا بنشوف كثير ما شاء الله من الشباب والشابات اللي هم دخلوا في هذا المجال وبقوه من جد حابين، وفعلا بنشوف مواهب مره رائعه للامانه. بحكم انه ما شاء الله انت دخلت المجال هذا وصرت خبير فيه، يعني ايش اغلب النصائح او اكثر النصائح اللي بتنصح لهم؟ هل مثلا يبداوا من البيت؟ هل يحاولوا ياخذوا دورات معينه في تنسيق الزهور، في طريقه ترتيبها، ولا انت تشوفها فعليا هي موهبه فقط؟ هي تعتمد على الموهبه اكيد. اكيد الموهبه مطلوبه، تعتمد على ذوق عالي. نعم. بس انه انا لما ابدا في البيت، أنا عندي وجهة نظر في الموضوع هذا، أنك تبدأ في البيت كهواية ممكن تستفيد كثير، تمارس شيء أنت تستمتع فيه ممكن تستفيد منه كثير، بس أنك أنت تبدأ كاحتراف ما حتوصل للاحتراف وأنت في البيت، مستحيل توصل للاحتراف، في تحديات كثير تحتاج أنك أنت تنزل. كيف يصير محترف؟ أنا من وجهة نظري في ثلاث عوامل تساعد، الممارسة بشكل دائم، هذه تكون عن طريق أما أنك تتوظف أو أنك تشتغل في المجال هذا. أنا بداية المشروع ما كنت أعرف أي خلفية عنه، مع الممارسة استفدت كثير. التدريب في أي مجال ممكن يفيدك بشكل كبير، الاطلاع والتغذية البصرية هذه حتفيدك أنك أنت توصل لمستوى عالي، ويكون عندك يعني أفكار خارج الصندوق ممكن تألف. هذه من خلال الثلاث النقاط هذه أنا أتأكد أنه المشكلة أنه لما أنت تكون مجال الاطلاع حقك والمجال تغذيتك البصرية محلية حتشتغل على المستويات اللي قاعدة في السوق، يعني لأن هذه المشكلة اللي نواجهها كثير. يجي واحد مثلا يفتح محل او معرض بوتيك تحصل انه يتابع المعارض اللي جنبه على اساس انه يشوف ايش اللي قاعدين يقدمون وانا حقدم زيهم. المفروض انك لا تطلع شيء مختلف. شيء مختلف يعني. انا بالنسبه لي انا ما اتابع اي معرض محلي، تابع عالمي ممكن، عالمي انترناشونال، او تابع اي شيء لازم انك تاخذ منه ايحاء او فكره. صحيح. طيب زهير، شو التحديات اللي واجهتك ولسه قاعده تواجهك كمنسق ورود؟ بصراحة في تحديات تنظيمية طرأت حديثا، أنا لست ضدها بس إنها تحتاج فترة. من أهمها مثلا سعودة المجال أو التوطين. التوطين شيء جميل جدا، بس إنه بيئة أو مجال الزهور لا زال خام بالنسبة للشارع السعودي، قليل تحصل في شح عالي إنك تحصل شاب سعودي ممكن يتوظف في محل هذا، في محل ورد. اللي عنده إمكانية أو عنده حب وشغف تحصل إنه بيفتح مجال الورد يشتغل فيه غالباً. يعني إني أساعد في الموضوع هذا، أنا الآن في صدد إنه يعني أحاول إني أكون لبنة أولى في تدريب الشباب السعودي في مجال الورود. في النقطة الثانية اللي هي المنافسة اللي قاعدة في السوق قاعدة تصير، التحديات من التحديات اللي في الشارع. أغلب المحلات الآن منافستهم تكون عن طريق أنه أنا أقلدك وأبيع بأقل منك، أشوف أنت إيش قاعد تقدم أسوي مثلك، ويعني هذه المنافسة، أشوف إيش اسمك المحل التجاري حقك أروح أسوي نفس الاسم تبع التجار. هذه من التحديات اللي قاعدة تصير، يعني أتوقع أنها مع الوقت راح تكون بشكل أفضل. يمكن الاسم انه هو يقلد اسم المحل، هذه صعبه مره اصلا لانه يتلاعبون، ما راح يسمح لهم يتلاعبون. انا فاهمه ايش قصدك، هم ما يسمحوا فعلا في وزاره التجاره ممنوع. صح. بس في لهم طرق فيها الاسم تلاعب. بشكل كبير يكون نفس الاسم في زاويه يكون صح. يعني في لها طرق في التلاعب، في لها طرق في تغيير،
اتوقع ان شاء الله الان المجال في تصحيح عالي وباذن الله انها تكون أفضل. طيب زهير، احنا كيف ممكن اننا نحافظ، انت ذكرت ان هذه الزهور مجففه، كيف نحافظ عليها لفتره اطول في البيت؟ الزهور المجففه حتحافظين عليها انه ما حد يقرب منها، يعني طيب. تكون في مكان نظيف، ما يجي عليها غبار، ما يجي عليها حاجه، اذا يعني صار فيها تعبث او اي نوع من اللمس ممكن تتكسر مع الوقت. الورود الطبيعيه انت بتحافظين عليها بالمكان بارد، تغير اذا كان مثلا زي كذا في بوكيه تحطينها في مويه نظيفه كل يوم تتغير، تنقص الاغصان من بشكل مائل كل يومين ممكن، هذه حافظ عليها تعيش حتى للمجففه في طرق عنايه؟ تبقى في مكان جاف ما يكون فيه غبار، حتحافظين عليها فترة طويلة، ممكن تغطينها بزجاج. واو. حتحافظين عليها فترة طويلة. جميل. نعم. طيب أنا سعيدة جدا صراحة بكل هذا الجمال، أغير شوية طاقتنا ومن سالفة التخبيب وكذا يا جماعة، الظاهر هبطتني السالفة. زهير يعطيك ألف عافية صراحة، إيش حابب تقول كلمة أخيرة قبل لا نختم معك؟ الله يعافيك، أنا سعيد جدا أني أكون معاكم. أي مجال فيه فن شخص يبغى يشتغل فيه لازم أنه يكون يسعى أنه يرفع من ذائقته الفنية على أساس أنه يوصل للشارع بشكل أجمل. أكيد، كل التوفيق. العافية. الله يعافيك. شكرا لك، وحنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم باقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. لماذا يلجأ الشباب لمشروع الفود تراك، وهل أرباحه أعلى من الوظيفة؟